أحسن الله إليك. يقول: رجل زنى بامرأة وحملت منه فتزوجها بعد ذلك، فما حكم الزواج وما حكم الطفل المولود؟ رجل والعياذ بالله زنى بامرأة فحملت منه فعقد عليها، فما حكم هذا النكاح؟ الذي عليه الجمهور وأرى أنه الصحيح أن هذا النكاح لا يجوز ولا يصح، لأنه في أدلة الشريعة أنه لا يصح النكاح على امرأة حامل، وهذه المرأة حامل، فلا يصح النكاح عليها، وإنما إذا أراد أن ينكحها فإنه يتركها حتى تضع حملها ثم يعقد عليها بعد ذلك. وإن كان من فقهائنا الأماجد من يرى أنه إذا تيقن أنه لا ماء خالط ماءه في الزنا، يعني تيقن أن الولد له، أنه يصح هذا النكاح وينسب الولد له، لكن الذي يظهر والله أعلم من قواعد الشريعة أنه لا يصح هذا النكاح ولا يجوز، وأن الولد لا ينسب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما مبرما فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى هذا أن الولد الذي ينسب إلى أبيه هو الذي يكون عن نكاح، هذا معنى الفراش. وللعاهر الحجر يعني للزاني الحجر، ولا يثبت له نسب، ولا يثبت النسب بالزنا. وعليه فإنا نقول إن النكاح عليها وهي حامل لا يجوز ولا يصح، وأن الولد لا ينسب للزاني، وإذا أراد أن ينكحها فإنه ينكحها بعد أن تضع الولد. نعم.